شر البلية ما يضحك، ختموها ببلنتي. أنا أسميه دوري، هذا دوري بلنتي الهلال. أقول يا طاقية، هل يوم تنتهي المسرحية، مسرحية الدوري مع الحزم، وينتهي الدوري تأخذها يا طاقية؟ خلاص ما دام انتهى الدوري واخذت الدوري، تعال حالك مع النصر بدون فيرة. تصويت تصويت يا زعماء، تصويت يا زعماء، البطولة واخذناها وخلاص انتهت بجيوبنا هنا. باقي شيء واحد، المباراة الجاية مع أشقائنا وأخواننا في نادي النصر، وهم بيسوون لنا بإذن الله ممر شرفي بمناسبة البطولة. السؤال أو التصويت، كيف تبغون الممر الشرفي؟ رقم واحد، رقم واحد ثبوت، رقم اثنين نعطيهم وضع الصراحة يريحون شوي، ولا رقم ثلاثة يتكتفون، ولا رقم أربعة يصفقون؟ كل واحد يصوت برغبته، هذا ممر شرفي كل الأندية تسويه، فطبيعي جدا نبغى نفرح بالممر الشرفي ونبغى نختار. اختاروا يا زعماء الممر الشرفي اللي تبغونه. هذه النسخة، هذه النسخة سيسجلها التاريخ إنها أكثر نسخة للدوري السعودي تعرضت لأكثر أخطاء تحكيمية فادحة. أكرر، أخطاء تحكيمية فادحة في هذه النسخة هي الأكثر. والغريب إنه الهلال أكثر نادي استفاد من الأخطاء التحكيمية، والنصر أكثر نادي تضرر. يا جماعة أقسم بالله قوة، تخيل معهم الدون، بنزيمة، كانتي، رياض محرز، كانوا يطقطقون على مالكم، والله يطقطقون على مالكم، يقول مين يعرف، مين يعرف نيفيز، مين يعرف سافيتش، ما حد يعرفهم ويطقطقون. وأنهي الدوري قبل ثلاث جولات، أبو السطاوة يا شيخ، والله ما تفهمون كورة. انتهى الدوري، نعم انتهى الدوري اللي فاز فيه نادي الهلال، لكن فاز في بلنتي امام الرياض بشكل غريب، والعالم اجمع قام يضحك على هذا البلنتي. انتهى الدوري والهلال لم يحسب ضده اي بلنتي في الدوري تحديدا. انتهى الدوري اللي فيه غرارات قريبه ومن ضمنها هدف النصر في الدور الاول، الحكم لم يرجع للفار عشان يشاهد الهدف فيه على اقل شيء تسلل او لا. انتهى الدوري اللي فيه قرارات غريبه جدا ومن ضمنها إيقافات المدربين اللي يطالبون بالحق أمام نادي الهلال، مثل مدرب نادي ضمك، مثل مدرب نادي الرياض، كل المدربين هذول توقفوا أمام الهلال. انتهى الدوري لدرجة حتى المخرجين حقين التحليل التحكيمي تحديدا يقولون حنا ما عندنا أي رؤية توضح هذا بلنتي للهلال ولا لا، بس أهم شيء ما يقولون لا مو بلنتي، الهلال فاز بخطأ تحكيمي. كل هذه الأشياء صارت في دوري واحد يا جماعة الخير. انتهى الدوري، هنيئا للهلال بهذا الدوري. كيف أصير هلالي؟ أقدم عن مين؟ لجنة المسابقات ولا لجنة التحكيم؟ عشان أصير هلالي خلاص. تخيلوا كل الشعب يصير هلالي، ما حد، خلاص كلنا خلاص يصير هلاليين، ما عدنا حد يشجع إلا الهلال. بأي، بالتحكيم، بلجنة المسابقات، بالنظام، بالقانون، بالطيب، بالبطال، ما في حاجة اسمها الأذواق ولا ما في كلنا نشجع خلاص، تعالوا نشجع هنا كلنا يلا، إلا إذا كان صراحة صار بي حل. ما أخذ 147 ركلة جزاء نادي الهلال، 170 ركلة جزاء، وموسوعة جنس عن هذه الأرقام دي. والله يا ذا البلنتيات لو ما أخذها نادي الصحاري اللي في وادي الدواسر كان جاب آسيا، كان لعب اليوم مع يوكوهاما. خلصت المسرحية، مبروك الدوري. وسلمني على حارس الخليج اللي باصي الكورة لمهاجمك عشان يسجل، دوري للضحك. الهلال بطل الدوري السعودي لهذا العام. عزيزي مشجع نادي الهلال، لا تسوي روحك مصدوم، كلنا عارفين الحين جمهور نادي الهلال يخلي البطولة هذه أقوى بطولة
صارت منذ أن خلق الله الأرض. عارفين كيف أخذتوها؟ نادي الهلال نادي كبير، ولكن لولا الله ثم أخطاء تحكيمية ما كان أخذ البطولة بهالسهولة. الموسم هذا كموسم كارثي على جميع الأندية باستثناء نادي الهلال، ومن حق نادي الهلال يأخذ البطولة السنة هذه لأنه أكثر فريق انصرف عليه في الدوري السعودي. مبروك جماهير الهلال. اسمها الهضاع صح؟ السعود عبد الحميد وش سرفته؟ كل شوي يضرب لي لاعب ولا ياخذ كرت. طيب هذه فيها كرت ولا يخدع الحكم يعطي الحكم ابتسامة مي بريء ويسامح هالحكم؟ الحمد لله ان هالموسم انتهى وهي اخذ الدوري، واتمنى الموسم القادم هي يشارك البطولة الحالة وباقي الفرق بدوري حالة. ليه؟ لان هذه نادي كبير والمفروض انه في اوروبا، وان شاء الله يروح لاوروبا عشان يفكنا. المسخرة الهلال ما عاد في شيء نقوله، والله ما عاد في شيء نقول. شو نقول؟ ما عارفين انه قوي فريق ما شاء الله تبارك الله، اخذ الدوري، خطف الدوري، خطف كاس السوبر. تبوا لعيالكم لا يخطفهم، والله ما خسر ولا مباراة، لما خل صغير، لما خل كبير، لما خلي في جدة، لما خلي في ابها، لما خلي في الرياض، لما خلي والله في كل مكان لمخهم. والله لو انا رئيس النادي طيارة خاصة الان بعد المباراة وروح نصيف لعبوا عيالهم يصيفون، نرجع ان شاء الله قبل كاس الملك. والله مباراة النصر الجاية والله لو انا خصوص لألعبها بالناشئين لحد يعني حيل ام النصر. لا طالما انها خربانة يلا خذها شوف العب بالناشئين، مو هي مسخرة؟ يلا مسخرها زيادة. مبروك حظوظ النصر تقول لي ها؟